سيرخيو ليون يسجل أول أهداف هذه المباراة لصالح فريق ريال بيتيس، أو خواكين سانشيز هو اللي سجل الهدف الأول في هذه المباراة لصالح ريال بيتيس. أو من الفراغ جاءت من ولا شيء، هنا تسديدة، جول التعادل يأتي لصالح كرونيا، هدف التعادل. والله تسديدات مفاجئة متتالية، اللاعب كورتيبيا ينجح بتسجيل الهدف الأول والهدف الشخصي الثاني بالنسبة له. الهدف الأول أتى في شباك ليفانتي، اليوم يسجل هدف التعادل. ثلاثة صاروا أربعة، غوردادو يقود الهجوم، خواكين، هذه جول 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 قبل لا يخلص الوقت الأصلي بربع ساعة. الثاني يأتي على يمين حارس المرمى.